أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق الذي عقد قبل عام تمخضت عنه نتائج مهمة جدا تشكل منهاج عمل للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين السورية الروسية، وتتم متابعتها من خلال فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات قائدي البلدين سوريا وروسيا الاتحادية السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين. ولفت مخلوف إلى أنه بفضل جهود الدولة السورية وبالتعاون الوثيق ومساندة الأصدقاء تمت عودة مئات الآلاف من السوريين إلى وطنهم، وأن الحكومة السورية ظلت تعمل على توفير الدعم لعودة اللاجئين السوريين باستمرار. خلال العام الماضي تم نقل ما يقرب من 5000 طن من مواد الإغاثة الإنسانية إلى سوريا وتوزيعها على الشعب السوري، وبدأ تشديد العديد من المباني الجديدة وتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية. فأعتقد أن هذه ليست مجرد بداية جيدة، ولكنها أيضا مثال جيد لإظهار أننا نعمل في الاتجاه الصحيح. ووفقا للإحصاءات يوجد حاليا حوالي 6 ملايين لاجئ سوري تقطعت بهم السبل في دول أخرى، وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم لا تزال عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن صعبة. وتمثل التداعيات الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سوريا وشعبها سببا رئيسيا في مفاقمة معاناة السوريين، كما أنها تقف عائقاً بوجه جهود الدولة لتمكين عودة اللاجئين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة اللائقة بهم.